ليدخل هذه المباراة وهو عين على النقاط الثلاث وما تغلي غير ثلاث نقاط وهو يبقي ثلاثاً. اختياراتكم المدرب وايضا تكون مباراة عددية لمباريات كأس الملك. نعم هذا الكلام بالفعل موجود مع قلالي، لا واضح امامكم نتيجة بدون اهداف، وطبعا البحث عن الخلف باتجاه النيجيري ايمانويل، ايمانويل اللي بدوره ينقلب اتجاه حسن علي راس مدرب الوطن احمد صالح الدخيل، ومن الجهة الاخرى يدرب القلالي شقيقة عبد المنعم الدخيل. لعشرين وعلى 17 هدفا ونقاط 22 نقطة. ومن جهة الفريق الآخر قلالي كانت شاي، كيست كانت شاي مع الآن مع الهدف اللي أتى الجو ممكن الآن تصل لأبو لاجي، أبو لاجي يتقدم يبحث عن المرور استلام أبو لاجي، لكن على فكرة التقنية حاضرة عن طريق النيجيري الآخر إيمانويل. الثامنة عملية عيسى 4-0 الجولة التاسعة أمام أولى وضعها داخل الشباك وسجل هدف. 5 دقائق بعد الهدف ممكن تعمل لك مشاكل كورة الآن، لكن تعمل الأفضل للفريق اللي سجل. هنا التسديدة، هنا المحاولة صلاح الصيبة، رمية تماس مصطفى جمال يحاول فيه أحمد إبراهيم، لكن إيمانويل ركنية لقلالي، ركنية الآن موجودة محاولة لكن أيضا تمر من الجميع وفي الأخير لكن شادي مانويل والضغط على صاحب الكرة في الأخير يسوس ويل من أول لمسة يلعبها باتجاه أبو لاجي. هنا التحرك من أبو لاجي والكرة من الخطورة، هو عمل خطورة وهنا التقدم بالكعب بشكل سليم. يا سلام على التمريرات، هنا العرضية أول فيها لقة الأهداف وياهي لقة، هي لقة الأهداف لقة والإبداع دائما في كرة كورة. الآن الحلوية ما زالوا يحاولون تسديدة والكورة والإبعاد من حارس المرمى موجودة الآن. أوتلابي ينقلها باتجاه أبو لاجي، لكن في الأخير إيمانويل النيجيري موجود 45 دقيقة كل شيء فيها ممكن، لكن ممكن والشيء الجميل في الشوط الأول أن لقة الأهداف وعسوفة الأهداف كانت حاضرة 3 مرات باللون. تقدم البحث عن أبو لاجي هناك لكن مرت في الأخير من أبو لاجي عن زميل، تمريره باتجاه زويد، زويد بالراس هي لابو لاجي، لكن ايمانويل في الاخير موجود على التغطيه ويحدث ابو لاجي ممنوع المرور في هذه الكوره يا ابو لاجي. المنطقه الفنيه يعطي التعليمات يعطي التوجيهات، رميه تماس ابعاد من ايمانويل يحاول فيه ممكن قلالي يزيد الفارق، كل شيء ممكن في الدقائق المتبقيه خاصه اذا ما عرفنا هدفين. كوره الان تصل احمد ابراهيم يتحرك الان كل راحة يمينا وشمالا وبالفعل الكرة الآن صلاح المتبقية لقلالي إذا ما راد ابتعاد بالفارق الهدفين ودقيقة متبقية للحالة إذا ما راد العودة إلى التعادل قبل الذهاب إلى استراحة الشوطين. هنا التسديدة لا ويبقى صاحب القرار جعفر الخبار، ترجع أحمد إبراهيم تمريره بشكل راح هناك اتجاه فيصل السعدون يحاول فيها عرضية تسديدة لكن أيضا تألق لنضال عبد الحسين، الفرص تضيع في الكرات الدقائق ولجعفر خباز وهنا الكرة الأخيرة تألق فيها نضال عبد الحسين ويطلق حكم المباراة جعفر خباز قابل هدفين. وطبعا تقدم قلالي أولا عن طريق جابر الرويعي وبعد ذلك عادل للحالة أحمد إبراهيم وتقدم بعد ذلك حالة 9 تنزل هناك 8 أندية خلاص عرفت مصيرها، يبقى فريق واحد وهناك أيضا 9 أندية أو ويليه الاهلي وكوره الان محاوله تسديد كوره ترجع الحالي يضغط مع بدايه الشوط الثاني يحاول يتمنى الوصول. هنا اللاعب محمد بناج صاحب الهدف الثاني للحاله وبعدها تغيرت الامور. تكلم عن اقوى طويل الان محاوله راسيه توصل الان باتجاه محمد بناج يتقدم البناج هل يترجمها للهدف الان يلمها ينتظر باتجاه ابو لاجي، ابو لاجي استلام دوران مرور تسديد لكن التغطيه موجوده ابو لاجي رفع رصيده 6 اهداف هو الاخر تصل يوسف زويد تمريره بتجي لكن تبديل ثاني دخول اللاعب رقم 17 اللاعب علي رضا. تبديلين مره واحده دفعه واحده من ويريح ايضا الجماهير الحلوي اللي كنت اتكلم عنهم يتذكرون ذلك الجيل، جيل سعد رمضان، عبد الله ابو حمود، ابراهيم زويد، كامل غيث، احمد تلفت، عيسى
اللعبة السريعة باتجاه إيمانويل. إيمانويل يلعبها لكن أحمد إبراهيم، كورة لا محاولة لكن أيضا الكورة تنقطع. هذا عبد العزيز ربيعة إلى ثامر شموس لكن على طول تخلص من الدفاع. خليل يحاول يبحث عن ثامر شموس لكن كرة مقطوعة. كرة مقطوعة. شموس إلى خليل محمد. خليل خليل يحاول يعدي، عدى خليل ممكن يكون في عرض لكن على طول المدافع، على طول تدخل من المدافع إلى رمية الملعب إلى عبد الرحيم دايم. مرتدة هذه، عبد الرحيم سريع، عبد الرحيم سريع، ممكن هذه العقيل لكن على طول طلعت عليه. على طول إيمانويل إلهو بيخلص الكرة قلالي. إيمانويل إلهو لكن على طول حظاً على كرته وخذها مرة ثانية. عبد الرحيم دايم، عبد الرحيم حاول مرور لكن حكم برا يقول ما في شيء، مشي اللعب. كرة توصل لمدافعي نادي قلالي ناحية اليمين عند اللاعب جونسون. عقيل متعب بشكل سليم لكن أقرب إلى إيمانويل وسط الملعب.